نحن نريد أن نتقدم الشكر على هذه المستقلة التي أخواني مرحبا بكم. أنا اليوم فرحان برشا لتونس ولشعب تونس. أنا ما يهمنيش شخصي، يهمني قبل كل شيء تونس ويهمني شعب تونس. فرحان برشا لنهار هذا وصلنا له، واللي هو ثمرة من الثمرات نتاع الثورة، ثورة اللي استشهدت من أجلها برشا توانسة وتونسيات، وضحى من أجلها برشا توانسة وتونسيات. من غير تضحياتهم، من غير دمهم، مكناش نعيشوا النهار هذا. بعد ما كانت الجبهة الشعبية في الانتخابات التشريعية حركت فيهم كذلك الأمل وغذت فيهم الطموح وتحصلت على نتائج باهية مشرفة من الشعب التونسي اللي في الانتخابات الرئاسية زادت تعززي معاكم، مع التونسيات والتونسيين الكل، لأن المسيرة ما تحبسش بالانتخابات، المسيرة متواصلة باش نوصلوا نحققوا مع بعضنا تونس الجديدة، تونس اللي حلمنا بها الكل واللي حلمت بها أجيال، تونس الحرية، تونس المساواة، تونس الديمقراطية، تونس الكرامة، تونس العدالة الاجتماعية. أنا حبيتكم وما زلت نحبكم وباش نبقى نحبكم إلى أبد الأبدين. حبيتكم ما زلت نحبكم باش نبقى نحبكم إلى أبد الأبدين. مع بعضنا نواصلوا المسيرة، وشكرا لكم. تحيا تونس، يحيا فارس. لا خلينا نجاوب الناس الكل على النقطة هذه، نعرف اللي هي تشغلكم أساسية. مش حمى الهمامي هو مش يقرر. الجبهة الشعبية مؤسسة ديمقراطية تجتمع مجلس الأمناء، تجتمع القيادات نتاعها وتدرس المسألة هذه وتأخذ قرار. واعين تمام الوعي، هذاك علاش قلت لكم اللي الموضوع هذايا مش تدرسوه تأني ومسؤولين ومن غير تسرع باش نعرفوا نحطوا سجل.